السلام عليكم الحادقات. الشهوة ديال هاد الحلقة مميزة، غادي تبغي تصايبيها مباشرة من وراء هاد الفيديو، خليك معانا. عندي لك جوج ديال الحوايج، شهيوة سهلة وفرصة لربح هدية رائعة في هاد الحلقة. تفرجي شاركي باش تحاولي تربحي، ويمكن تكوني انت هي طوب حادقة الفائزة هاد السيمانة. هاد الشهيوة هي كيكة مالحة بلا دند والزيتون، لذيذة وفي المتناول. باش نوجدو هاد الشهيوة غنحتاجو 4 ديال البيضات، 260 غرام ديال الدقيق مغربل، 60 غرام ديال الفرماج إيدام محكوك، 100 غرام ديال الزيتون أسود مقطع، 150 مليلتر ديال زيت المائدة وزيت الزيتون، 150 مليلتر ديال الحليب، ملح، إبزار، 2 أكياس خميرة الحلويات إيديال، شرائح الديك الرومي المدخن ديال باشا. وها هو ملخص المقادير على الشاشة. نقطعوا شرائح الديك الرومي المدخن ديال باشا قطع صغيرة، نزيدوا الزيتون أسود وملعقة دقيق ونخلطوا. وكنصحكم الحادقات إلا كنا غادي نزيدوا أي إضافة على الكيك نخلطوها مع الدقيق هو الأول باش ما يطيحش لتحت في القاعد المول. في إناء نديروا البيض، الملح، الإبزار، الحليب والزيت، نطربوا بالطراب اليدوي، الدقيق خمارة ونصف إيديال وخليط الزيتون وشرائح الديك الرومي المدخن، ونخلطوا كل شيء حتى يتجانسوا جميع المكونات، ونديروا العجين في المول اللي سبق لينا دهناه بالزبدة ورشيناه بالدقيق، وندخلوه يطيب في الفران سخون على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ملي خرج من الفران، نزينوه بالفرماج إيدام محكوك والزيتون من الفوق. وبالصحة والراحة. نرجعوا للمسابقة ديالنا، باش تحاولوا تربحوا الهدية ديال هاد الأسبوع جاوبوا على السؤال في الرابط اللي كاين أعلى الفيديو. شحال كمية الحليب اللي استعملنا؟ 100 مليلتر، 150 مليلتر أو 200 مليلتر؟ كنشكركم على المشاهدة، كنتمنوا تكون الحلقة ديال اليوم عجباتكم. هاد الشهيوات كاملين كنقدموهم لكم من قلبنا، وكنتمنوا يوصلوا لقلوبكم، تجربوهم ويعجبوكم نتوما وليداتكم. وما تنساوش تزوروا موقع قناتكم طوب حادقة www.tophadga.ma، والتحقوا بنا في فيسبوك، انستغرام، يوتيوب وتيك توك.